نشوف اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم دلوقتي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي ومصبح عليك انا وكريم. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا كان قرر الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني إعطاء الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد عودتهم من النيجر. هيتم استئناف التدريبات غدا، تجمع الفريق هيكون في تمام الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في تمام الرابعة مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، ومباراة إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام بطل النيجر الحرس الوطني، إن شاء الله يعني يعملوا أداء قوي ويحققوا نتيجة إيجابية. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى، وقبل ما نبدأ أخبار الفرق الرياضية طبعا حابة أهنئ فرق السباحة بالنادي الأهلي تحت 11 سنة بعد تتويجهم ببطولة منطقة القاهرة. يعني الحقيقة عملوا أداء كبير جدا بيليق باسم النادي الأهلي، وإنجاز جديد بيضاف لإنجازات النادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بسيدات كرة السلة. أمس قدروا يحققوا فوز في بداية مشوار بطولة دوري المرتبط على فريق 6 أكتوبر، قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 88-40. وعلى صعيد آخر ناشئات المرتبط 18 سنة قدروا يحققوا فوز على 6 أكتوبر بنتيجة 66-22. النهاردة سيدات كرة السلة هيكون عندهم ثاني جولات في بطولة دوري المرتبط، هتكون أمام فريق الزهور في تمام السادسة مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، كان عندهم دافع قوي بعد تتويجهم طبعا ببطولة منطقة القاهرة في بداية هذا الموسم. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا أن هدفهم هو التتويج بجميع البطولات لهذا الموسم. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة. شباب كرة الطايرة تحت 19 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق دجلة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. الحقيقة أن شباب كرة الطايرة عملوا أداء كبير جدا ومباراة قوية، بادئين السيزن بالحقيقة أداء كبير جدا. يعني دي يمكن تاني مواجهتهم، أول مواجهة كانت أمام فريق صيد القطامية، قدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 3-0. يعني إن شاء الله يكملوا بهذا الأداء ويتوجوا ببطولة منطقة القاهرة. أخيرا خلونا نروح للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب بدني في صالة الجيم الساعة 5 مساء، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية من الساعة 6-8 في الصالة هنا بالنادي الأهلي، كل ده طبعا استعدادا للمنافسات القادمة. كمان رجال كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، أيضا هيكون عندهم الأول تدريب بدني الساعة 4، بعد كده هيكون عندهم تدريب بدني من الساعة 5-6، كل ده أيضا ضمن الاستعدادات للمنافسات القادمة. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني كمان اقول لكل مشاهدينا انه هايلايت مران رجال كرة اليد امس كان مشاركة اللاعب عمر كاستيلو في المران بعد تعافيه من الاصابة. طبعا اللاعب كان مصاب بتمزق في العضلة الضمة، لكن الحمد لله خلاص تم تعافيه تماما والمشاركة في المران الجماعي. يعني بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله والمشاركة بشكل اساسي مع الفريق في الفترة القادمة. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان زي ما عودنا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 25، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني كل الأعضاء تقدروا تتجهوا للنادي وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. مشكورك جدا على هذه التغطية سواء الخاصة بأخبار النادي الأهلي أو الأجواء يعني المحيطة بالنادي الأهلي وفي أيضا الداخل. شكرا لك جدا يا هند.